السلام عليكم حبوباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كلشي مزيان، اموركم هانيه. اليوم ان شاء الله غنبدا معكم فيديو جديد. ان شاء الله راح نحضر معكم السانطير باللحم، غندير فيه شويه خيزو وبطاطا. هاد السانطير البنات غادي نحمقوا عليه وليداتكم، كيجي غزال ما شاء الله بنين. اللي ما عارفش السانطير البنات هو هذا، كيشبه الحبه ديال الروز ولكن هو السانطير. غنبداو بسم الله على بركه الله. غادي نشدو بصيله نديروها في نحكوها في طنجرة غنحك مطيشة، عفوا البنات، البصلة راه غادي غير نديرها، غادي غير نقطعها. غنحك البنات واحد ثلاثة الفصيصات ديال الثومة. دابا البنات غادي نقطعو البصيلة ديالنا. غنديروا البصيله ديالنا اختي البنات اختي غندير ما عرفتش مالي البنات في هاد الفيديوهات مؤخرا، مع شحال ما درت فيديوهات وليت كنبدا نقطف بوحدي بحال اول مره غادي نفيلمي. غندير البصله، غنقطع الربيع دابا. علاش البنات يعجبني نقطع ربعي بهاد الطريقه؟ عندي الكرابه وعندي كلشي ولكن كيعجبني نقطع بهاد الطريقه. بلال عندك ماما تكفي حاجه؟ بلال طيح ماما كاس. يلا حطنا نصوت. الناس غادي ندير التقطيعات ديالي ديال الدجاج ديال اللحم، عفوا ديال الغنمي ديال البقري هذا البنات، عفوا غادي نديرو ان شاء الله في هذا مع هذا باش يتقلى مع البصله ومطيشه والثومه والربيع باش يتقلاو مزيان. غنوضع الطنجره ديالي البنات على الوطا، وغنحرك كلشي. ما غاديش ندير العطريه البنات حتى تشحر ليا هادشي باش ما تحرقش ليا العطريه. بين ما قطعت الجزر ديالي البطاطا ونرجع معاكم. غنضيفو الزيت البنات بسم الله. غنضيفو الملحة، صافي البنات غنحركو هدا. غنديرو دابا التوابل ديالنا، غنضيفو شوية البزار، شوية الخرقوم،
ناخذ شويه ديال التحميره البنات. شوي كيك ديال سكنجبير ما تكتروش. وشويه ديال الكمون. صافي غادي نحركوا البنات هادشي مزيان. هانتوما البنات دابا غادي ندير الماء اللي غادي نحتاج ليه، وغادي ندير خيزو والطاطا وغادي نسد عليهم حتى يطيبوا البنات. يلا باش نكب الماجي ناكل. دابا البنات غادي ندير الماء اللي غيطيب فيه هاد اللحم والخضرة. ضروري طيبوا شوية لحقاش لسان الطيرة البنات راكم عارفين دغيا كيطيب. صافي البنات غادي نسد عليهم ان شاء الله باذن الله حتى نشوف داك خيزو والطاطا دوك يدخل فيهم الطياب، عاد باش ان شاء الله نطفي عليهم اللحم حتى هو وندير معاهم. ماشي نطفي عليهم، غنزيد الماء وغادي نزيد لسان الطير. خليكم معايا. نسيت البنات ما درتش، غادي ندير هنايا مركز الطماطم. غنديروا هكاك واحد جوج معالق كبار ديال مركز الطماطم. صافي غادي نحرك وغادي نسد عليهم ان شاء الله باذن الله حتى نحس بهم صافي داك يدخل فيهم طياب، ونعاود ان شاء الله عاد ندير لسان الطير. ها هما البنات. البنات بعد ما طاب اللحم وخيزو الطاطا درت لسان الطير، ها نتوما كيف تشوفوا. درت غير واحد الكاس ديال العنبه عامر ديال لسان الطير، حيت انا بغيت نديرها شوربه، ما بغيتش ندير لسان الطير يكون خاتر، غتجيني بحال شوربه. المهم البنات هذا هو الشكل ديال هذا كيف يكون، تجي غزاله البنات. خليكم معايا ان شاء الله باش نوريكم الشكل النهائي.